ذكرها الأستاذ عماد باجلان مسألة جدا مهمة، وهي جدلية تتعلق بأن سنجار مشمولة بالمادة 140. أنا أتذكر بأنك كتبت على هذا الموضوع بأنها غير مشمولة، فما هو السند القانوني والدستوري اللي تعتقد بأنه سنجار ليس ضمن المادة 140؟ طبعا مساء الخير دكتور زيد ولضيوفك الكرام. طبعا نتحدث عن السياق الدستوري، لا علاقة لي بالسياسي في هذا المجال. الدستور هو المرجعية، الدستور يرجع سيد عماد أو غيره المادة 143 من الدستور. 143 هي تقول بالدستور سنجار ليست مناطق متنازع عليها، لأنها أقرت المادة 58 باء من قانون إدارة الدولة، أقرتها المادة 143. والمادة هذه المادة تتحدث فقط عن التلاعب بالحدود الإدارية من الفترة 168 من 1968 لغاية 2003. وبالتالي احنا نعلم انه سنجار منذ عهد الملكيه هي تابعه لاداره، يعني الى قضاء الى محافظه. لكن هو استاذ عماد شو يقول استاذ؟ اي مدينه جرى عليها تغيير ديموغرافي وتجريف هي داخله ضمن الماده 140؟ لم يجر، بالعكس كان تعرف كان وضع السنجار يعني مستقر منذ، يعني ما حدث يعني اي عمليه، انه الازيدين ما حدث لهم اي عمليه تهجير او الى اخره، ومعروف جدا هذا. ثانيا المنطقه وتلاحظ حتى ما بيها اتصال باقليم كردستان، مناطق كلها تحتها عربيه والى اخره. وسنجار يعني هم اللي حدثوا، حتى الامير تحسين بيك قال احنا لسنا اكرادا، احنا قوميه بعيده عن الاكراد وبعيده عن العرب والى اخره. الامير معاويه ايضا قال هذا الشيء. حقيقه يعني اقحام منطقه سنجار انا لا اعتقد صحيحه دستوريا، اتحدث دستوريا، ربما هذا ما يعني يتحدثون. الادهوك دستوريا تعد منطقه متنازع عليها، لانها كان تابعه قضاء الى الموصل، وحدث تلاعب اداري حينما منحت ادهوك محافظه عام 1971، يعني ضمن الدستور ادهوك منطقه متنازع عليها، هكذا يقول الدستور.